أخرى أحييكم. يعني كما أقول دائما إن شاء الله سيكون في فيديو نتكلم فيه عن تجربة المغرب من الألف إلى الياء، ونتكلم فيه عن جمالية كل شيء رأيناه، ولكن هذا في فيديو خاص. لكن اليوم أنا سأتكلم في المشاعر وطيبة القلب، والقلب موضوع القلب، التفكير بالقلب، هذه أكبر معضلة عند الكثير من الناس. نحن من السهل أن نقول أن الحياة تغيرت وأن الدنيا أصبح ما فيها خير، لكن هذا الكلام غير واقعي، والدليل أن الناس تعاني والمعاناة كثيرة في كل مكان. لكن الناس مشكلتها عندما تعاني تربط الموضوع بطيبة قلبها، بتربيتها اللي كانت محترمة زيادة عن اللزوم، بطريقة تصرفاتها، بغدر الناس. وهي في النهاية هذا لا يعني أبدا أنك أنت يجب أن تغير طيبة قلبك أو تفكيرك أو تربيتك. القضية هنا السيطرة على المشاعر. مشكلتنا المشاعر ممكن أن تسيطر عليك وتقود لك كما يقاد الحصان كأنها لجام، أو أن تركبها أنت وتقودها وتلجمها. المشاعر قد تكون خيل جامح، وقد تكون خيل مسيطر عليه يقفز فوق الحواجز والناس تصفق له ويفوز بجوائز. فكرة الذي يقول لي أن الدنيا يجب أن لا يكون فيها مشاعر، وأن الإنسان يجب أن يفكر بالمنطق، وأقول له أنا هذا الشخص بسأله سؤال: يا أستاذي ما رأيك بمن يفكر في مشاعره؟ لا لا أنا لا أحب هذا. ما شعورك تجاه شخص يفكر بمشاعره؟ سيبدأ بطرح مشاعر. حتى من لا يؤمن بالمشاعر فهذه مشاعر ضد المشاعر، لا يمكن الإنسان يعيش بدون مشاعر. طريقة السيطرة على المشاعر وعرضها، هذا ما سيكون هو الموضوع الأساسي في أكادير، في رحلتنا إن شاء الله في أكادير. يمكن من يتابعني يعلم يقينا أنه أنا دائما أتكلم الذكاء العاطفي أنقذني. الذكاء العاطفي هو سر من الأسرار، هو ليس سر، ما عاد سر يعني، وأنا لا أحب كلمة سر، هو أساس اللي خلاني أنا أصل إلى مرحلة تصالح مؤقت مع الذات تشوبه الكثير من الغضب والحزن والزعل والاستفزاز ولحظات كآبة، لأنني بشر. لا تصدق من يقول لك أنك تستطيع أن تكون مسالم على مدار اليوم. لا تبحثوا عن الوهم. امرأة تتزوج من رجل يعيش في سلام لمدة 15-20 عام ثم يحدث تغير. هذا التغير هل هو سببه المشاعر أم عدم السيطرة على المشاعر؟ نحن نتغير بين يوم وآخر، في نفس اليوم تمر بكل الحالات. إذا لا تستطيع أن تسيطر على نفسك هذه هي المشكلة. الناس اللي حضرت معانا في الدار البيضاء، الملاحظة الذي وجدتها من معظم الناس قالت لي: أنت واقعي جدا، أنا لا أحب الكذب، مش عندي مشكلة مع الكذب. الإنسان لا يكذب، لا تبيع الوهم، لا تشتروا الوهم. طب نحن في بيعين الوهم، طب لا نشتري منهم. ما في شيء اسمه سلام داخلي للأبد، وما في اسمه أسرار السعادة المطلقة. كيف مش تعال أتكلم بواقعية. هل أستطيع أن أجعلك لا تغضب؟ لا. هل أستطيع أن أجعلك لا تحزن؟ لا. هل يمكن أن أجعلك تنسى والدك الذي مات؟ لا. هل يمكن أن أجعلك لا تبكي على أمك التي رحلت؟ لا. هل يمكن أن أجعلك أكثر سعادة في زواجك؟ لا. لكن في شيء ممكن أساعدك فيه، أن تصبح أنت قادر على أن لا تذهب إلى التطرف في شعور معين. يذهب الناس من قمة الحب إلى قمة الكره، لأن المشاعر تذهب بين متطرفين، بين تطرفين. لا، خلينا نشوف الوسط، وهو الوسط هو أحيانا أنا حزين وأحيانا أنا سعيد، أحيانا أنا غضبان، أحيانا أنا هادئ. وعندما أغضب أفكر، وعندما أحزن أفكر، وعندما أكون سعيدا أفكر. فبالتالي هو ربط لا يمكن فصل العقل عن القلب ولا القلب عن العقل. ولكل من يشعر بأنه طيب وأن طيبته آذت، أقول له كلمة واحدة فقط: نحن بحاجة إليك. لكل من يعتبر نفسه حساس والحساسية هكذا، نحن نحترمك. أنا شخصيا بحاجة لكم، نريد أن نرى جانب جميل.
نطيل أكثر من ذلك، نلتقي في أكادير سنتكلم بشكل أكبر، وما زال التسجيل مفتوح في أكادير. بالنسبة للدار البيضاء تستطيع أن تشتري، صورنا كل المحاضرة، تستطيع أن تحضرها من الألف إلى الياء بتصوير عالي ومونتاج عالي. ولي شكر خاص لكل شركة وين وكل من عمل معها وكل من تطوع لأن يجعل هذا المؤتمر وهذا التدريب في أحلى صورة. نلقاكم إن شاء الله على خير في أكادير يوم 15 السبت بإذن الله تعالى، وأترككم مع هذا المنظر الجميل.